كما تعودنا في دولة الإمارات، أول ما دخلنا المطار شيء مبهر، كبير وواسع وفي أرياحية بشكل كبير. أولاً مطار أبوظبي الجديد تصميمه ممتاز جداً وتصميم يعني يبهر الناظرين، وحسيت أنها تجربة وايد حلوة وايد ممتعة، من تسهيل الإجراءات، من الترتيب، من التنظيم، من شحن الأغراض، من التشيكين، من البوردينج. إجراءات جداً سريعة، ما في أي تعب، بسرعة نتخلص من خطوة لخطوة على طول.